السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيرات خواتاتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة. أنتم تشوفوا في هذا الفيديو كما راكم تشوفوا توحشت الرفيس الغليزاني، راه معروف في غليزان. هذه أكلة تقليدية كانوا يديروها بزاف بكري ناس زمان، جداتنا وكاع. دونك هذه الأكلة هي رفيس كما رفيس اللي نعرفوه تاع النفسات واللي نديروه في السيدنا وكاع، بالسميد المتوسط يجي. دونك هنا العبار عندي ثلاثة غرفيات تاع سميد متوسط، وانت العبار اللي تبغي تعبري به عبري به بالكاس ولا بالغرفية كما طلع لك. دونك هذه الأكلة تجي بنينة بالبزاف، اللي يبغوا رفيس رايحة تعجبهم. وهذه أكلة تاع عشاء ولا تاع فطور، ماشي تاع قهوة، مش كيما رفيس هذاك الحلو اللي نديروه في هذا. ثاني يجي حلو بصح ماشي تاع القهوة ولا تاي، هذا يجي عشاء ولا فطور. دونك راهي مشهوره به غليزان بزاف، وما على باليش في الجهة الغربي لا يديروه ولا عنده اسم خدا اخر ولا. دونك شيرات تفيدونا في التعليقات، قولوا لنا في اي ولايه في الغرب ديروه وكيسموه. كنت كليتها عند عجوزتي. دونك يديروه بزاف بكثره ويجي بنين بالدهان تاع البقره والحليب تاع البقره، ما شاء الله. شان نقول لكم، ربي يطول في عمرها ان شاء الله. وحماتاتي تاني قاع يديروه، سلافاتي قاع يديروه، اما احنا ما كناش نديروه. اول مره كليتها عندهم وعجبني بزاف. دونك وصفه هذه قال لك تاع غليزان مشهوره بها ناس زمان بيان سي، اما دروك تركوا قاع العادات والتقاليد تاع بكري. قليل اللي راه يديره، كاين اللي يديروه بصح ماشي حاجه كبيره، قليل من الناس اللي مازالوا متفكرينه ويديروه. بصح هو الاصل تاعو يجي بالزبده تاع البقره والحليب تاع البقره، اما احنا رانا كما قال لك غير نشكلوا فيه، نديروا الدهان هذا العادي ونديروا الحليب تاعنا ماهوش تاع البقره. كون ديروا له الدهان تاع البقره والحليب يجي شان نقول لكم شيرات، يجي بنين بزاف بزاف هكا ويجي بنين. دونك هنايا كيما شفتوا درت ثلاثه غرفيات تاع سميد متوسط، درت غرفيه نصها دهان ونصها زيت، وكاين اللي يديروا غير بالزيت وحدها، كاين اللي يديروا غير الزيت وحده ما يديروش الدهان، الدهان يديروا حتى من بعد. وهنا جبت غرفيه تاع الماء وراني نحاول نلم العجينه تاعي. دونك الغرفيه تاع الماء ما دخلتليش كامل، بقات لي منها واحد الجغمه. نديروه كيما نبسس عادي، كيما الرفيس العادي اللي نعرفوه، ونديروه في النفاسات وكاع. تلموا العجينه تاعكم وتخبزوها، ديروها خبزه وتحلوها مستطيله وتبداو تقطعوا فيها بالخدمي عادي جدا، كيما المبسس تاع الطاجين وكيما الرفيس العادي. من جهه راني ندير الطاجين تاعي يحمى فوق النار، لازم يكون حامي هكا باش يطيب لي مليح المبستس ويطيب بالخف. جبت الخدمي تاعي وراني نقطع فيه كما راكم تشوفوا، غادي نديره مربعات عادي كيما المبستس تاعنا اللي نديروه عادي. ونبدا نطيب في الحبات تاعي، نطيبهم من الجهتين، نقص شويه للنار باش ما ينحرقليش، نطيبوه مليح هكا باش يطيب لنا في الوسط. ومن بعد تشوفوا الطريقه الثانيه. هنا بعد ما طاب لي المبسس تاعي كما كنت تشوفوا حمرته في زوج وجوه، نجيب الكسكاس تاعي. هنايا استيس كتدبيره فقط، هي نورمالمون بالكربال، هذاك السياح اللي يجي عيونه عراض متقبين
هي بالكربال، ولكن انا ما عنديش كربال، ما شريت، شكون تلاقى به هنا في مخصي نشريه ان شاء الله. ولانه تاني هاد الاكله ما نديرهاش بزاف، عندي واحد العامين ما درتهاش، ولادي ما ياكلوهاش، تاكلها غير انا والزوج، دونك على ديك ما مانيش متحمسه باش نشري لها صوالحها. انتم هنا شريتي عندكم المهراز تاع النحاس تاع بكري، ماذا بكم ديروه في وسط المهراز ودقوه مادام حامي، لازم يكون حامي لمبسس تاعكم هكا باش يساعدكم يتفتت، الا خليتوه برد غادي يغبنكم. دونك هنايا المهراز ما عندي مهراز و سي انترغدي، دونك نبدا ندق في الليل غادي يجيبوا لي لا بوليس، ممنوع هنا الدقاق والمهراز والصوالح. غير بهذه قضية صالحه بهذا اللي يد المهراز تاع اللوح، وفي الكسكاس دوك تشوفوا من الكسكاس لازم نخرجوا هذاك السميد رقيق اللي هو تاع اللي نعرفوا نديروا به كيسموه الرفيس، هذاك السميد اللي يخرج رقيق هو تاع الرفيس. دونك هنا غادي نخرج زوج تاع الانواع الشيرات، النوع الاول تاع الرفيس اللي نعرفوه اللي يجي كطعام، والنوع الزوج يجي محبب، يجي على شغل كريات كيما هكا، يجي خشين، يجي طروفه شويه خشان، وداك الرقيق لازم نفوته في الكسكاس. ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. كيما راكم تشوفوا الرقيق نفوته في الكسكاس، ها ولا اللي هو رفيس عادي كيما كنا نديروه تاع النفسات، وهذاك الخشين حبابيه الخشينه هذيك تقعد، هذيك غادي نصفيها مليح من هذوك الحبيبات الرقاق. كما قلت لكم ما عنديش الكربال، راني نسيي غير بهذا الموالفه ندير به في الصراحه، مضاري نخدم غير بالكسكاس، ويخدم لي كما قال لك يقضي صالحه، ويجي الرفيس الغليزاني يجي عادي. شايلا صفوه مليح من دوك الحبيبات الرقاق، لازم تخلو غير الحبيبات الخشان اللي غادي نطبخوهم بعد في الحليب. فوالا صفوهم مليح، ونزيد نخدم تاني طاجين الزوج. خليكم معايا راهو بتفصيل كما قال لك ممل، نورمالمون تفهموا الشيرات. هذه اكله كي يقولها اكله مش اقتصاديه، وتكون تقليديه، فوالا تقليديه تاع الناس زمان، اكله تقليديه العربيه راهي تروح للشيره، ثاني تلف اللغه العربيه. دونك اكله تقليديه تاع ناس زمان في غليزان، وانتم الشيرات الا ديروه في الغرب في مستغاليم ولا تلمسان ولا معسكر ولا ولا وهران ولا عين تموشنت ولا بالعباس ولا سعيده، قولوا لي كيسموه وقولي لي قولوا لي الا ديروه. نتمنى ان شاء الله تكونوا تعرفوه، هو معروف بزاف في غليزان، ولكن جهه الغرب الاخرى الله اعلم، بصح اكيد يكونوا ديروه كيما دارتها غليزان كاع الغرب يديروه، بالك عنده سميات وخد اخرى، وعنده بالك طريقات وخد اخرى ثاني تاع الخدمه تاعو. نصفي مليح كيما قلت لكم، هذاك السميد رقيق لازم ما يقعدليش مع داك الخشين، ونفرزه ندير الرقيق وحده وندير داك الخشين وحده. خليكم معايا. دونك هذا هو بعد ما فرسته وطيبت كاع الطاجين تاعي تاع المبسس، هذا الخشين، وعندي هذا الرقيق اللي هو عادي اللي نعرفوه حنا ونديروه رفيس تاع قهوه وكاع نورمال. دونك دوك تشوفوا الطريقه كيفاش رايحين نطيبوا هذا الرفيس الغليزاني، هاي الطريقه تاعو تختلف شويه على الطريقه تاع الرفيس العادي. هنا عندي كسكاس تاعي راني دايره فيه الماء راهو يغلي، وراني نفور في هذه الحبيبات الخشان كما راكم تشوفوا هكا، باش كي نطبخهم في الحليب ما غاديش يشربوا لي بزاف الحليب ويجوا طريين، دونك ما يقعدوش خشان. درت هنا كميه تاع قد طبسي واحد. ننصحكم مي تبغوا تسربوا للافراد العائله، شوفوا الافراد العائله اللي يكونوا حاضرين تمتم اللي باغيين يفطروا ولا يتعشاو، ديروا قدهم، ما تنجميش ديريه كيما هكا وتخليه مولاه باغ اكزومبل راه برا مازال ما دخلش رايح ينشف لك بزاف ويشرب لك الحليب. من جهه اخرى راني دايره الكروفات والزروديا صوتي لولادي مع البصل والثوم وصوص بلونش كما راكم تشوفوا، ما غاديش ياكلوا هذا الرفيس قالك ما ناكلوهش، وراني فور تاني في داك الرفيس الرقيق، كاين الرقيق وكاين الخشين. هذا نطبخه في الحليب هذا الخشين كما راكم تشوفوا، هذا اللي صفيته من الرقيق، والرقيق تاني نروح نفوره تاني ونديره بعد من الفوق. دونك نقعد نحرك حتى يطبخ الحليب،
ودوك الحبيبات الخشان قاعد يتشربوني بالحليب ويطراو. دونك هذه هي الطريقه تاع الفيس، يجي ديريه في الفطور ولا في الحشا ولا كاكله، ما يشربش مع القهوه ولا لاتاي. كانوا بكري شويه بين يبغوا هاد الاكلات كما هكا التقليديه اللي بالحليب وكاع، كما تعرفوا الناس كبار يبغوا بزاف هاد الاكلات بالحليب. هنا صطه شويه نشف لي، نزيد له شويه تاع الحليب ونحرك ونروح نديرها في الطبسي ونوريكم كيفاش يقدموه. بعد ما فورنا هذوك الحبيبات الخشان فوتناهم في الحليب، طبخناهم في الحليب ودروك درناهم في الطبسي، ونزيد نفور هذاك الرقيق ديجا راهو يفور، نروح نجيب ونديرها كطبقه من الفوق تكون طبقه خشينه. فوالا نحاول كيفاش نسوي السطح تاعها، ندير طبقه خشينه بعد تشوفوا واش غادي نزيد فوقها. دونك هاد الطبقه تاني تاع الفيس الرقيق تاني راه مفور كيما راكم تشوفوا، راهو حامي، راني نجيب فيه من الكسكاس، نفوروا الخشين ونفوروا الرقيق في زوج يفوروا، نقطه مهمه لازم في زوج يفوروا. وكاين كل وحده وكيفاش الطريقه تاعها. انا هاد الطريقه تاعي اللي شفتها على عجوزتي وعلى حماتاتي وكاع يخدموه ما شاء الله. دونك هذه هي الطريقه، شايله انا نفور هذوك الحبات الغلاض وكاين اللي ما يفورهمش. هنا رحت ذوبت الدهان، نروح نسقيه من الفوق كيما هكا، ندير طبقه تاع الدهان فوق هذاك الرفيس الرقيق، ومن تحت راه بالحليب وكاع راهو منفخ. فوالا بعد ما درت الدهان شا نزيدو نديرو دروك، نديرو دروك رشه تاع السكر، عندي سكر رطب كيما راكم تشوفو، ماشي سكر غلاس، سكر عادي تاع الكاطو، شايله جاي رطب ماشي خشين، نتوما السكر اللي عندكم ديروه. كاين اللي يسقيه هنا بالحسن، شيخي الله يرحمه كان يبغيه مسكين بالحسن الحر تاع النحله، يسقيه بالحسن الحر، دونك يجي صحي وبنين كتر وكتر. الا ما عندكش ديري المرجان ولا ديري اي عسيله، يبقى ذوق اختياري، انا نبغيه غير بالسكر ويجي بنين. صراحه انا هذه الطبقه الفوقانيه تهبلني، تجيني بنينه بزاف كون صيبنا كل هذه الطبقه الفوقانيه برك اللي فيها الدهان والسكر. دونك تشوفوا القوام تاعه في الوسط كي يجي، والبنه ما نحكي لكمش، ان شاء الله شيرات تجربوه وتذوقوه وردوا لي في لي كومونتير وقولوا لي كيفاش جاكم الرفيس الغليزاني. اكله قديمه قديمه بزاف تقليديه تاع جدودنا وجداتنا. شوفوا لداخل كي راه هذوك الحبيبات دوك الخشان راهم منفخين في الحليب، هذوك الفواكه راهم مسقيين بالدهان والسكر، بنه شنو نقول لكم، بنه بنينه بالبزاف. ان شاء الله برك تجربوه وردوا لي رايكم في لي كومونتير. نقول لكم تبقوا على خير، تهلاو في روحكم، ما تنساونيش بالجام. ها بنات اللايطش راكم تنساو الجام، ها بنات اللايطش، ها ما تنساونيش الجام هكا باش اختكم الفيديو تاعها يطلع في اليوتيوب. ربي يخليكم ليا، تبقاو على خير، تهلاو في روحكم.